الأصل، هذه الزراعة هذه موجودة عندنا من حياة الوالد، هو اللي كان يخدم فيها وإحنا خذيناها عليه الله يرحمه. وصلنا في الثنية هذيك كنا نخدمه كما العادة، معناها كما يخدموا الناس الكل في الأرض. الأرض ذي هو خاطر الفراز يحب أرض رملية، الأرض ذي ما عادش عندي ما معناها يكفيني. فركست لهنا لقيت عندي قطعة أخرى فيها الماء، أما ما فيهاش، أما جاتني غرست المرة الأولى كي العادة ما مشيت ليش على خطر هي أرض طينية ما نجح ليش فيها الفراز. حبيت نفركس، لازمني معناها نلقى حل على خطر لهنا عندي الماء وعندي الموقع معناها اللي نجم نروج فيه السلعة متاعي، تعرفني الناس معناها نجم معناها العباد يجوني بسهولة. الفراز هذا من غير مبيدات، من غير مواد كيميائية، من غير أسمدة كيميائية، نصنع الدويات من عندنا من الطبيعة، من الحشيش اللي تنبت في أرضنا نعملوا منها كيفاش نسموها احنا العصائر متاعها ونداوي بها. فما لي زانسكتيسيد، فما اللي تسمد، فما اللي فيها العناصر اللي تحتاجها النبتة بصفة عامة.